للحروب آثار سلبية تتركها في جميع الأصعدة، فكيف إذا كانت على صعيد الطفل؟ فسوف تترك فيه أثرا كبيرا، وخصوصا في أجواء مليئة بالدماء. لم يقتصر عمل أصحاب القبعات البيضاء على الإنقاذ والإسعاف، ليصبح هؤلاء الجنود مصدر السعادة لأطفال الغوطة. إيش الدفاع المدني على المدرسة؟ وزعوا لنا أكلات طيبة، وقالوا لنا إن شاء الله شو اسمه وقت القصف شو بنساوي؟ وشو اسمه؟ اليوم جابوا لنا على الحفلة إن شاء الله ننسى القصف. الدعم النفسي والتوعية كانت ضمن أعمال الدفاع المدني، وفي حملة جديدة أطلقت في الغوطة الشرقية أرادوا من خلالها توعية الأطفال لأمور قد تغيب عنهم أثناء حدوث الكوارث، وخصيصا بعد تكرر استهداف مدارسهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تنسيهم أجواء الحرب كتوزيع الهدايا عليهم في مدارسهم أو ضمن حفلات إنشادية. بدأنا مركز تدريب وتطوير الدفاع المدني بالغوطة الشرقية، بدأنا حملة توعية تستهدف شريحة الأطفال بالغوطة الشرقية. دخلنا لعندهم على المدارس، تم توزيع بعض الأطعمة والحلويات على الأطفال. استغلينا كمان بوضع ملصقات بالمدارس وتوعيتهم على أمور القصف والعنقودي والطيران وما غيره، وتم تشجيع الأطفال على الإصرار على التعليم رغم الحصار والقصف والحرب. كان هدفنا من الحملة هو إيصال الفكرة والتوعية لكل أطفال الغوطة الشرقية. بدأنا بهالحملة إحنا بقسم صغير من أطفال الغوطة الشرقية، بإذن الله سيتم إكمال هذه الحملة لتغطية كافة مناطق الغوطة الشرقية وإيصال هذه الفكرة والتوعية هذه لكافة أطفال الغوطة الشرقية بإذن الله. خطوة يأمل بها أصحاب القبعات البيضاء أن تخفف عبئا كبيرا عن الشريحة الأكثر استهدافا. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم.